الرحمن الرحيم. الرياضيات سنة السادسة ابتدائي، سنستأنف مع الصفحة رقم 85. عندنا في التمرين رقم 4، أحسب مواحيات ومساحات الجزء الملون في كل مربع. إذن كما تلاحظوا بأن عندنا جزء المربعات في كل مربع أنه تتضمن شكل، إذن علينا أن نحسب المواحيات ديال كل شكل ثم المساحة ديال كل شكل. إذن أولا نبدأ بالشكل اللي على اليمين. أول ملاحظة بطبيعة الحال، فالشكلين يعني أنهما مكونان من أجزاء ديال الدوائر. في الشكل الأول كما نلاحظ بأنه مكون من ثلاثة أجزاء ديال الدوائر، ومكون بالضبط مكون من أرباع الدوائر. إلا بغينا نحسب المحيط ديال هذا الشكل، يكفي أننا نحسب هذه الأقواس وبالتالي غنحصلوا على المحيط. إذن أول ملاحظة كما تلاحظوا عندنا الدائرة الأولى، طبعا الحال أخذنا منها فقط الربع. إذن الدائرة هكذا هي على أربعة، ثم في الشكل عندنا فقط هاد الربع، ثم أن هاد الشكل أيضا المحيط ديالو مكون من هاد القوس الآخر اللي هو جزء من دائرة أخرى، غير هي أصغر من الأولى. إحنا فقط أخذنا منه، إحنا فقط أخذنا من هاد المحيط هاد الربع. علينا أن نحسب هاد القوس. ثم عدنا دائرة طبعا الحال في نفس القياس ديال هاد الأخيرة بنفس الطريقة، عدنا هاد القوس. طبعا الحال هاد القوس يساوي القوس الأخير اللي شفنا. طبعا الحال باش نحسب هاد الأقواس علينا أن نعود للقاعدة المعروفة اللي هي البيريمتر، يعني المحيط تساوي بي في الدي، يعني بي في الديامتر. الديامتر المقصود به القطر، أو بي تساوي 2 في بي في آر. 2 في آر هي الدي. إذن سواء قلنا الأولى أو الثانية في العملية نفسها، إذا كان عندنا الدي تنقدروا نعرفوا آر، تنشدوا الدي نقسموا على 2 تنحصلوا على آر، ولا كان عندنا آر تنضربوا في 2 تعطينا الدي. إذا كان عندنا آر تنقدروا نعرفوا الدي بحيث أننا تنشدوا آر وتنضربوا في 2 وتنحصلوا على الدي. ولا كان عندنا الدي تنقدروا نعرفوا آر بحيث أننا تنشدوا هذيك الدي وتنقسموا على 2 وتنحصلوا على آر. طبعاً الحال الدي هي لو ديامتر، يعني القطر هو اللي تيشد من الجنب للجنب ديال الدائرة. أما آر فتيشد فقط من المركز ديال الدائرة للجنب ديال الدائرة، هذا يسمى آر. إذن طبعاً الحال لو بيريمتر اللي هو المحيط اش يساوي؟ تيساوي 2 في آر، وبالتالي تعطينا الدي، ثم تنضربوه في بي، يعني تنضربوا في 3.14. إذا بطبيعة الحال القاعدة هي اللي غنخدموا بها عموما باش نحصلوا على هاد المحيطات ديال الشكلين. إذا أحسب محيط ومساحات الجزء الملون في كل مربع. قلنا بأننا سنحسب أولا محيط الشكل الأول اللي على اليمين. أولا باش نحسبوا لو بيريمتر، يعني المحيط ديال الشكل ككل اللي مكون من عدة أقواس، باش نحسبوه شنو خاصنا نحسبو؟ غنحسبو أولا هاد القوس الأول كما قلنا، اللي هو الربع ديال واحد الدائرة اللي الشعاع ديالها 4 سنتيمترات. إذن بي اش يساوي؟ المحيط الأول ديال الدائرة غناخدو أولا المحيط ككل ديال الدائرة، غنسميوه بي أن، وغنحسبو هاد المحيط وغنقسمو على 4 باش ناخدو فقط هاد القوس اللي عندنا هنا. ثم شنو غنحسبو؟ غنتاقلو القوس الثاني. اش ما غنحسبو؟ ما غنحسبوش فقط هذا القوس، غنحسبو الدائرة ككل، غنحسبو المحيط ديال الدائرة ككل، غنسميوه بي دو، ثم غنقسموه على 4 باش نلقاو فقط القوس اللي عندنا في الشكل. لحقاش حنا ما عندناش الدائرة ككل، عندنا فقط هاد الربع. ثم غنحسبو هاد القوس الثالث للقياس ديالو تساوي نفس القياس ديال القوس الثاني. علاش؟ لأن القوسين تنتميو لدائرتين عدهم نفس الشعاع اللي هو 2 سنتيمتر، وبالتالي فإن ربع محيط الدائرة الثانية تساوي ربع المحيط الدائرة الثالثة. إذا بطبيعة الحال القوسين الأخيرين لهما نفس القياس. كما تلاحظوا عدنا بي تساوي بي أن على 4 زائد بي 2 على 4 زائد بي 3 على 4. بي بطبيعة الحال هو المحيط ديال الدائرة الأولى، ناخدو ككل ونقسمو على 4 باش نلقاو فقط القوس،
ثم غنمشيو للدائره الثانيه غناخذ المحيط ديالك كل وغنقسمو على 4 باش نلقاو القوس الثاني، ثم غنمشيو للدائره الثالثه وغنحسبو المحيط ككل بي 3، ثم غنقسمو على 4 باش نلقاو فقط الربع اللي عندنا. لحق الشكل شنو عندنا؟ الشكل مكون كما قلنا من ربع دائره اولى، من ربع دائره ثانيه، من ربع دائره ثالثه. اذا اولا غنحسبو بي ان، ثم غنقسمو على 4 باش نلقاو القوس الاول. اذا غنحسبو بي ان على 4، بمعنى اخر غنحسبو هاد القوس هذا اللي عندنا هنا. اذا اولا غنحسبو المحيط ككل بي ان، ثم غنقسمو على 4. اذا بي ان على 4 اش تساوي؟ اذا عندنا بي ان اش تساوي؟ اذا تتساوي 3.14 نضربها في ار نضربها في 2، ثم الكل غنقسموه على 4. اذا الفوق عندنا بي ان، التحت غنقسمو على 4 باش نلقاو فقط الربع ديال هاد الدائره. بي ان على 4 اش تساوي؟ طبعا بحال غنعوضو هذيك ار. اذا عندنا 3.14 نضربها ار شحال؟ ار كما تنشوفو عندنا 4 سنتيمترات، يعني ان هاد الشعاع تساوي الضلع ديال المربع اللي موجود فيه هاد الربع ديال الدائره. اذا عندنا 3.14 نضربها في 4 في 2، كما تلاحظوا غنختزلو ب 4. اذا طبعا بحال غنختزلو ب 4، يعني ان هاد القضيه تنعملوها فقط في الضرب او القسمه، يعني ملي تيكون عندنا واحد الكسر وتيكون عندنا المقام ديالو في واحد الجداء، المقام ديالو مكون من واحد الجداء ديال واحد الاعداد، والبسط ديالو مكون من جداء ديال الاعداد، طبعا بحال نفس الاعداد اللي تتكون الفوق والتحت اننا تنختزلو بها. فمثلا لو كان عندنا في المقام هنا 4 في 2 غنختزلو حتى ب 2، اذا طبعا بحال عندنا لتحت في الحقيقه 4 في 1، اذا طبعا بحال غنختزلو ب 4 وغتبقى عندنا 3.14 مضروبة في 2 على 1 في الحقيقة. طبعا الحال أي عدد مقسوم على 1 تبقى نفس العدد، إذا وبالتالي فغتبقى عندنا 3.14 مضروبة في 2. إذا 3.14 مضروبة في 2 هي 6.28 سنتيمتر. طبعا الحال غننتقلو لهذا القوس الثاني. القوس الثاني باش نحسبوه غناخدو الدائرة اللي تنتمي لهذا القوس واللي الشعاع ديالها هو نصف هاد 4 سنتيمترات. الشعاع ديال الدائرة اللي غننتقلوا ليها تساوي 2 سنتيمتر، يعني أنه تساوي النصف ديال الشعاع ديال الدائرة اللي سبق لنا شفنا. إذا هاد الدائرة الثانية الشعاع ديالها تساوي النصف ديال الشعاع الدائرة السابقة. الآن يلا حسبنا هاد القوس. دابا شنو غنحسبو؟ غنحسبو هاد القوس الثاني ثم القوس الثالث. القوس الثاني بطبيعة الحال تنتمي لواحد الدائرة غنسميو المحيط ديالها بي 2. إذا هذاك القوس الثاني تنتمي لواحد الدائرة اللي غنسميو المحيط ديالها ككل بما في هذا القوس غنسميوه بي 2. بطبيعة الحال هاد بي 2 ملي غنلقاوها ونحسبوها غنقسموها على 4. علاش؟ باش نلقاو فقط هذا القوس. إذا بي 2 على 4 اش تساوي؟ نفس الشيء غنحسبو أولا بي 2 اللي هي 3.14 مضروبة في 2 مضروبة في ار وغنقسموها على 4. 3.14 ار شنو هو؟ ار هو هاد الشعاع اللي تنشوفو هنا، يعني هو نصف ديال هاد 4 سنتيمترات اللي كنا شفنا من قبل. اذا هو 2. اذا 3.14 في 2 في 2، غنعوضو ار ب 2 ثم غنقسمو على 4. اذا اش تساوي؟ تتساوي 3.14 مضروبة في 4، 2 في 2 هي 4، الكل مقسوم على 4. نفس العملية غنقومو بها، يعني غنختزلو ب 4 والتحت غنختزلو ب 4. شنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا 3.14. أعيد وأكرر هاد العملية، هاد الأمر هذا تنقومو به ملي تيكون عندنا الجداء. إذا تتساوي 3.14. إذا الآن حسبنا هاد القوس، غنتاقلو بي 3. بطبيعة الحال هاد بي 3 للإشارة كما قلنا أنه تساوي بي 2. بطبيعة الحال كما قلنا المحيط ديال الدائرة الثالثة تساوي المحيط ديال الدائرة الثانية، وبالتالي الربع ديال المحيط ديال الثالثة تساوي الربع ديال المحيط الدائرة الثانية، يعني أن قياس هذا القوس الثالث تساوي قياس القوس الثاني. إذا بطبيعة الحال بلا ما نعاودو الحساب، يعني أن القياس نفسه إذا حتى هو تساوي 3.14. إذا شنو عندنا ككل؟ عندنا بي أن على 4، بي أن بطبيعة الحال المحيط ديال الدائرة الكبيرة مقسوم على 4 أعطانا 6.28. ثم عندنا بي 2 يعني المحيط ديال الدائرة الثانية قسمناه على 4 أعطانا 3.14.
إذا سنضع ماذا؟ سنضع 6.28 زائد النتيجة الثانية اللي هي 3.14 ثم زائد النتيجة الثالثة اللي هي نفسها في الحقيقة 3.14. إذا شنو غيولي عندنا؟ غتولي عندنا 6.28 زائد 3.14 زائد 3.14 تساوي طبعا الحال سنجري العملية الفاصلة فوق الفاصلة. إذا 8 زائد 4 هي 12 زائد 4 هي 16. نضع 6 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 2 هي 3 زائد 1 هي 4 زائد 1 هي 5. إذا سنكتب 5 ثم نضع الفاصلة. ثم عندنا 6 زائد 3 هي 9 زائد 3 هي 12. إذا سنكتب 12. إذا الخارج هو 12.56. إذا المحيط ككل هو 12.56. إذا هذا هو محيط الشكل ككل. المطلوب إيجاد محيط الشكل الثاني قبل التصحيح في الحصة المقبلة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.